في حاجات بتحصل في الحياة بتوجع وبتوجع كتير. كما اشتقت لك، اكسر القارورة الزجاجية فوق رأسه لتعلم كم هو مؤلم غياب. سأكتب لك على ورقة كما اشتقت لك وأضعها في قارورة زجاجية وسوف تصلك. اكسر القارورة الزجاجية فوق رأسك لتعلم كما هو مؤلم غياب. المرسل أمي. في حاجات بتحصل في الحياة بتوجع وبتوجع كتير، وخصوصا لما تحس بإنك فقدت أعز شيء في حياتك، أمك. حتى لو بعمرك 100 سنة بجد وحشتيني.